بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، إنك على ما تشاء قدير. الإمام الماتريدي افتتح كتابه بالحديث عن مقدمة تتضمن نظرية المعرفة فيما يعرف حديثا بهذا الاسم. فمدارك العلوم من المقدمات المهمة التي كان علماؤنا رضي الله عنهم يعتنون بها حتى يعرف الدارس من أين يستقي معارفه ومدى الاحتجاج بكل مصدر من مصادر المعرفة، لأن العقائد ستبنى على ذلك. فالعقائد ستبنى على حجج العقول، وستبنى على المحسوسات والمشاهدات، وستبنى على الأخبار. فهل هذه الثلاثة المصادر معتبرة؟ وهل يمكن أن نبني عليها عقيدة؟ وماذا نفعل مع من ينكر هذه المصادر الثلاثة؟ الذي فعله العلماء هو أنهم أسسوا لهذه المصادر، فردوا أولاً على من ينكرون حجج العقول، وعلى من ينكرون حجج الأخبار، وعلى من ينكرون الحواس، حتى إذا استخدموا هذه المصادر بعد ذلك لتوظف في الشواهد العقدية، فيكون عندئذ كلامهم مبنيا على أسس سليمة تم الاتفاق عليها وتم الاستشهاد لها والتدليل عليها قبل ذلك، حتى لا يقول الخصم: أنا لا أعترف بحجج العقل، أو حتى لا يقول الخصم: أنا لا أعترف بالأخبار. فهذه خطوة مبدئية مهمة التفت لها الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا، أو في كتابته لهذا الكتاب، وسار على نهجه بعد ذلك السادة الماتريدية رضي الله عنه. فيمكن أن نسمي هذا الجزء الأول من الكتاب نظرية المعرفة، أو أن نسميه مدارك العلم أو مدارك العلوم، ونحن نحب أن نسميه كما سماه العلماء المسلمون: مدارك العلم أو مدارك العلوم، لأن اسم نظرية المعرفة هو الاسم الفرنسي، وبعضهم يقول إبستمولوجيا، وبعضهم يقول فلسفة العلم، وبعضهم يجعل كل هذه الأسماء مختلفة لا تعبر عن مسمى واحد، وبعضهم يجعلها تعبر عن مسمى واحد. المهم أن الحديث عن العلم وتعريفه ومصادره وطبيعته ونحو ذلك هو ما يعرف في ثقافتنا وعند علمائنا باسم مدارك العلم أو مدارك العلوم، وهذا كان موجوداً عند الماتريدية وعند الأشاعرة وعند المعتزلة. فإذا الجزء الأول من كتاب التوحيد يتناول مدارك العلم، كيف يدرك العلم، أسس العلم، أصول العلم والمعرفة. طيب، إذا هذا هو الباب الأول. قسمنا الباب الأول إلى فصول حتى يسهل على الناس تناول كلام الماتريدي. الفصل الأول تحدث فيه عن التقليد في العقائد وما يتعلق بالتقليد من أحكام. تحدث في هذا الفصل عن الاختلاف بين البشر وما يدعيه كل فريق من أنه على حق. انظر، الإمام الماتريدي الآن يبدأ من الواقع ثم يحلل هذا الواقع، ثم يأخذ بيد الناس المختلفين في هذا الواقع
إلى المعرفة الصافية، وهذه المعرفة الصافية ستقودهم إلى الدين الحق، لأن الإسلام هو دين الفطرة السوية، فهو ينطلق من اختلاف البشر ثم يقول كيف نخرج من هذا الاختلاف. فقال الشيخ أبو منصور رحمه الله: أما بعد، فإنا وجدنا الناس مختلف المذاهب في النحل في الدين. يقول: الواقع المشاهد أن الناس مختلفون في أديانهم وعقائدهم وما يذهبون إليه، وهذه الأديان والعقائد واقع لا يمكن إنكاره، متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة، رغم الاختلاف في العقائد لكنهم جميعا متفقون على شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ أن الذي عليه أنا هو الحق، والذي عليه غيري هو الباطل. هم مختلفون في العقائد ومتفقون في اعتقاد أنه على حق وأن غيره على باطل. يقول: فإنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل في الدين، متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة. أن الذي، ما هي هذه الكلمة التي اتفق عليها الجميع؟ أن الذي هو عليه حق والذي عليه غيره باطل. على اتفاق جملتهم في أن كل منهم له سلف يقلد. يبقى هذا موطن اتفاق آخر. يبقى اتفق الناس على اختلافهم على أمر أول، وهو اعتقاد كل واحد منهم أنه على حق وغيره على باطل، ثم اتفقوا أيضا بواقع الحال على أمر ثان، وهو أن الكل له سلف يقلده. يعني المسلمون لهم سلف، النصارى لهم سلف، البوذيون لهم سلف، وهكذا. وإذا كان الكل سلف يقلده، وإذا كان الكل، إذا كان الكل سلف يقلده، وإذا كان الكل يتفق على أمر واحد، فأنا كباحث عن الحق لا أستطيع أن أرجح مذهبا على مذهب ولا دينا على دين. لاحظ هنا الإمام الماتريدي يتحدث من الخارج وليس من الداخل، بمعنى هو هنا ليس العالم المسلم الذي يريد أن يقول لك مباشرة الإسلام هو الحق، ولكنه يتحدث كمن يشاهد الواقع من بعيد، كأنه يضع نفسه مكان الباحث عن الحق. وهذا يشبه إلى حد ما أو من وجه ما فعله حجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله. حجة الإسلام الغزالي في المنقذ من الضلال تعرض إلى أصناف الطالبين للحق، وتحدث عن كل صنف من هذه الأصناف، التعليمية والصوفية والمتكلمين والفلاسفة، وتحدث كما لو كان باحثا عن الحق، وضع نفسه مكان طالب الحق. الإمام الماتريدي يفعل هنا الشيء ذاته، فهو يضع نفسه مكان من يرى الاختلاف ويقول: يا ترى أيها الصحيح؟
انظر من أين بدأ. لم يبدأ بقوله الله موجود ومحمد رسول، لا لا، هو يريد الآن أن يحترم عقل الإنسان، لأن الإسلام يفعل ذلك، يحترم العقل. على اتفاق جملتهم في أن كل منهم له سلف يقلد أو يقلد، كلاهما صحيح، سلف يقلد أو سلف يقلد، يعني يقلده هو. فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه، لا يمكنك أن تعتمد في إقناعي أو في التدليل على صحة قولك بدليل هو التقليد، فالتقليد ليس دليلا، لأنك إذا قلت لي أنا مسلم ودليلي على صحة الإسلام أن آبائي كانوا مسلمين، سيقول لك المسيحي هكذا، سيقول لك النصر اليهودي أنا يهودي ودليلي على صحة اليهودية أن آبائي كانوا من اليهود، البوذي سيقول هكذا. إذن التقليد ليس مما يعذر صاحبه. إذن أنت كمقلد لا يمكنك أن تعتمد على التقليد لإثبات صحة مذهبك، لإصابة مثله ضده أو ضده. فالكل يصيب مثل ما أصبت، الكل يقول مثل ما قلت لكن في الاتجاه المقابل، بمعنى الكل يعتمد على التقليد، والتقليد لا يعطي نتيجة واحدة، ولكنه هنا أعطى نتائج متضادة. فالتقليد ليس مادة لها مخرج واحد، ولكن التقليد مادة تخرج الشيء وعكسه، الشيء وضده. وإذا كان التقليد بهذه المثابة فلا يمكن الاعتماد عليه. ثم يعود فيقول على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد، يعني لا يمكن أن نعتمد على التقليد. لماذا؟ لأن المقلدين لا يتمايز بعضهم على بعض بمجرد التقليد، ربما يقول ربما يتمايزون بشيء آخر وهو كثرة الأعداد، فيقول المسلم عدد المسلمين مثلا أكثر من البوذيين، أو يقول النصراني عدد النصارى أكثر من البوذيين، وهذا دليل على صحة معتقدي وديانتي. إذن الماتريدي هنا يقول إن الناس يعتمدون على التقليد، والتقليد ليس مادة تصلح للاحتجاج، ليس حجة تصلح للاعتماد عليها، وليس في التقليد سوى كثرة العدد. ولم يعقب، يعني لم يقل هل يمكن الاحتجاج بكثرة الأعداد، لم يتحدث. لماذا؟ أعتقد
لظهور المعنى. ما هو المعنى الذي نحسبه ظاهرا ولم يتحدث عنه الماتريدي؟ المعنى هو أن الأعداد ليست حجة، ليست حجة، فالحق قد يكون مع القلة وقد يكون مع الكثرة، فالأعداد ليست حجة. وإلا يعني يمكن يعني أن نقول مع شيء من التجوز، لو كان الأمر بالعدد لكانت الحشرات أفضل من الإنسان، لأن الحشرات أعدادها أكبر من البشر، فالأمر ليس بكثرة العدد. والله عز وجل في القرآن يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وقليل من عبادي الشكور، وفي المقابل يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فهو في بعض الآيات يذم القلة وفي بعض الآيات يمدح الكثرة. إذن وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فإذا ليست العبرة بالعدد، وإنما العبرة بالحق. ولذلك ورد في تفسير حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، قال بعض الشراح أنت الجماعة وإن كنت وحدك، أو أنت الطائفة وإن كنت وحدك. فالعبرة التي يريد أن يصل إليها الماتريدي، أو المعنى الذي يريد أن يصل إليه الماتريدي، هو أن العبرة ليست بالتقليد، لأن عند غيرك هذا المعنى، أنت تقلد هو يقلد. ليست العبرة في معرفة الحق بكثرة الأعداد. بهذا تنتهي الفقرة الأولى من كتاب التوحيد، التي تحدث فيها عن أن هناك اختلاف بين البشر، وأن كل فريق من هؤلاء يدعي أنه الأحق. طيب، ينتقل الآن إلى معنى آخر، وهو من الأحق بالتقليد؟ يعني هل الماتريدي الآن ينفي إمكانية أن يقلد البشر أحدا؟ هل هذا مذموم مطلقا؟ الإمام الماتريدي يقول اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي القول إليه حجة عقل. يعني إذا كان عندنا عدد من المقلدين والكل يدعي أنه على حق، فكيف نختار من بين هؤلاء؟ والاختيار ينطوي ويتضمن معنى، وهو أنه يجوز للمسلم أو يمكن للمسلم، أو أنه لا يعاب على المسلم، خلينا نقول لا يعاب المسلم إن بدأ النظر والبحث في النظر في من يقلد. يعني مثلا المسلمون يقلدون رسول الله، هل لمجرد أن رسول الله يقلد هذا يصرفني أو يصرف صاحب العقل السليم عن أن يقلده؟ لا ينبغي. إذا كان
إذا كان كل واحد يدعي أنه على حق بالتقليد، فالباحث عن الحق لا ينصرف عن البحث لمجرد وجود التقليد، ولا ينصرف عن الدعاة أو عن الأديان أو عن المذاهب لمجرد وجود من يقلد فيها أو وجود من يقلد فيها، وإنما ينبغي عليه أن يعمل عقله فيوازن بين المقلدين، من منهم قوله يوافق حجج العقول. فإذا وجدنا واحدا من المقلدين ينتهي قوله إلى حجج عقلية راسخة ثابتة فهو الأحق بالتقليد. فإذا الإمام الماتريدي هنا يقول إن الموازنة بين المذاهب والآراء تبدأ بالعقل وتكون بالعقل، وهذا يشبه كلام علمائنا الذين جاءوا بعد الماتريدي حين قالوا إن العقل مقدم على النقل تقدم ترتيب لا رتبة، بمعنى أن العقل يفكر ويبحث في صدق الرسالة، في صدق من يدعو الناس لتقليده، ينظر في أحوال النبي، فيما أتى به النبي، فيما يدعو إليه النبي، في معجزة النبي، كل هذا بماذا؟ بأداة العقل. ثم إذا ثبت لدى العقل صدق النبي سلم العقل له بعد ذلك. إذن العقل مقدم تقدم ترتيب، يعني العقل يأتي أولا ثم بعد ذلك العقل هو الذي يقودني لصحة النقل، فإذا أقررت بصحة النقل صار النقل أعلى من العقل، صارت رتبة النقل أعلى من رتبة العقل، فالعقل مقدم على النقل تقدم ترتيب يأتي أولا لا رتبة، لأن رتبة العقل بعد التسليم بالنقل أدون وأقل من ماذا؟ من النقل. فيقول اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي القول إليه حجة عقل يعلم صدقه فيما يدعي، يعني يعلم بهذه الحجة العقلية أنه صادق. فإذا المعيار الذي يقدمه لنا الماتريدي في الموازنة بين الآراء هو العقل، الحجج العقلية، براهين العقول، النظر في الأقوال، الموازنة بين الأقوال، المقارنة بين الأقوال، تحليل الأقوال، وكل هذه عمليات عقلية. يعلم صدقه فيما يدعي، وبرهان يقهر المنصفين على إصابته الحق. وبرهان يقهر المنصفين على إصابته الحق. البرهان هنا المراد به المعجزة، المعجزة التي يعلم بها صدق الرسول، ونحن نعلم صدق الرسول ومعجزته بالنظر والتفكر. فإذا
ثبت أو تثبت المعجزة عندنا أو تثبت يثبت صدق المعجزة عندنا بماذا؟ بالنظر العقلي. يعلم صدقه فيما يدعي وبرهان يقهر المنصفين. لماذا فسرنا البرهان بالمعجزة؟ لأن كلمة برهان قد تطلق أيضا على حجج العقول، قد تطلق على حجج العقول، لقوله بعدها يقهر، يقهر المنصفين. ولا يقهر الإنسان إلا إن حصل ما هو خارق، والقهر هنا ليس ارتفاع التكليف، ولكن القهر هنا معناه ظهور الحجة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدفعها، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يغالبها. لذلك أعداء الأنبياء ماذا يفعلون؟ لا يقابلون الحجة بالحجة، وإنما وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يستخدمون أي شيء إلا البرهان، إلا الحوار، إلا حجج العقول. لذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن على لسانه فقال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن البراهين العقلية مصاحبة للمعجزة، بل هي والمعجزة وجهان لعملة واحدة، لأن المعجزة عندما يتفكر فيها الإنسان بعقله يعلم أنها من عند خالق القوانين الذي استطاع أن يخرق القوانين، فلا يستطيع أن يخرق قانون الحياة الدنيا إلا من خلق الحياة الدنيا ووضع فيها هذه القوانين، هذا العقل السليم المنصف. لذلك يقول وبرهان يقهر المنصفين. الإنسان المنصف هو الإنسان الذي يعلم الحق وينقاد للحق، يقابله المعجب أو المتكبر الذي يعلم الحق ولا ينقاد للحق، فهو يقهر من المنصفين على إصابته الحق. إذن المعنى هنا أن الماتريدي رحمه الله يريد أن يقول العبرة بحجج العقول وبراهين العقول، ويدخل في حجج العقول ما تثبته العقول في شأن المعجزة، لأن المعجزة يثبت صدقها وصدق من أتى بها بالعقل، وهذا الدليل يقهر المنصفين. طيب على إصابته الحق، فمن إليه مرجعه؟ زمير إصابة، أين يرجع؟ على إصابته، على إصابته الحق، يعني على إصابة الرسول، على إصابة صاحب البرهان الحق أي الرسول، أي الذي انتهى إليه القول ونسب إليه. تمام؟ على إصابته أي من انتهى إليه القول ونسب إليه أي الرسول، على إصابته الحق. فمن إليه مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقه عنه؟
طيب نبدأ بهذا غدا إن شاء الله. طيب والحمد لله رب.